أزرق اليد إلى كأس العالم. يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، مشاهدينا القناة الثالثة الرياضية بتلفزيون دولة الكويت، بمساء يليق بمثل هذا الحدث، مساء أزرق خالص، وصولا إلى شهر 21/25 إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد. ستكون هناك أحاديث طويلة في سهرتنا اليوم، وسهرتنا ستكون لامعة بنجوم الفريق وقادة الفريق، بالإضافة إلى خلينا نقول الفريق الفني من جهاز إداري وفني، راح يكون حاضر ويانا في هذا الاستوديو المميز بحضورهم الذي سيكون أكثر تميزا بأحاديث ستكون خارج المألوف، أو خلينا نقول خلف الكواليس أكثر. خلونا بالبداية أرحب بضيوفي الأعزاء الكرام. عندنا فريقين، الفريق الأول راح نكون مع خلينا نقول الطاقم الإداري والفني. أبدي مع اليمين وكابتننا العزيز أمين الصندوق في الاتحاد الكويتي لكرة اليد الكابتن خالد طالب، حياك الله كابتن خالد. يا هلا ومرحبا، هلا أخوي محمد، يطول عمرك وألف مبروك على الوصول لكأس العالم. يبارك بعمرك. أيضا نروح إلى الجانب الآخر وعلى الطرف اليسار صوبي أكيد مع مدرب الفريق اللي أتى إلى الكويت لسنوات طويلة وعاش فيها كثيرا، بل تنقل في الأندية الكويتية إلى أن أقدر أقول عنه خبير محلي في الكرة الكويتية، الكابتن سعيد حجازي. حياك الله كابتن سعيد. الله يحييك ومشكورين على الاستضافة، وإن شاء الله نكون خفاف على المتفرجين إن شاء الله. ترى من زمان ما شاف هذا الابتسام على وجهك ها. أروح أيضا نداء الكابتن الآخر وصاحب البصمة الجميلة في كرة اليد الكويتية، مدير الفريق لكرة اليد منتخبنا الوطني الفريق الأول، الكابتن عبد العزيز الزعابي. حياك الله عبد العزيز. الله يحييك اخوي محمد ومسي عليكم بالخير وعلى المشاهدين الكرام. يحفظك، وحضوركم ان شاء الله راح يكون جميل من خلال انطلاقتنا وياكم. ولكن قصه قصيره قبل ما انطلق مع الكباتن الافاضل، هناك من خلال هذه القصه كانت رحله طويله بالاسود والابيض وصولا الى الالوان، ومن بعد الالوان في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات والالفيه وصولا الى هذه السنه. كرة اليد الكويتية تميزت، بل كانت حافلة بالإنجازات ووصولها إلى كأس العالم لأعوام كثيرة، لكن هناك بذرة وضعت قبل سنوات كثيرة بدأت تكبر في أغصان تتكسر فيها، ولكن بدأت تستمر في الكبر وصولا إلى الثمرة الحقيقية بدايتها قبل أشهر، وكانت هذه الثمرة في حصولهم على المركز الثالث والميدالية البرونزية في أسياد الصين، لتفرح الكويت من جديد وتقول أن هناك جيل قادم، هذا الجيل أبى إلا أن يكون مستمر في الإنجازات. وفعلا من هذه اللحظة في الصين إلى هذه اللحظة، وأنا أستذكر كلمات اللاعبين أثناء الدائرة يقولون إحنا قادرين وبمن حضر، وفعلا أحضروا في هذه البطولة الآسيوية وصولا من الدور التمهيدي إلى المجموعات لنبتسم معا في الكويت، وهم وين؟ في البحرين، صحيح أنها قريبة وحضورهم كان مميز، لكن الأجمل هني في الكويت. لعبوا المباراة الأولى، لعبوا المباراة الثانية، والقلوب فعلا كانت تخفق بالخوف والتردد، إلا أن الأمل كان موجود مع المباراة الأخيرة في نفس المجموعة مع المنتخب العراقي. لكن المشوار هنا لم يقتصر إلى هذا الحد، وصلنا كأس العالم فرحنا، لكن للأسف إحنا نقول ها 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 هل برا نقول ما اكتملت الفرحة أكبر بحصولنا على واحدة من الميداليات الملونة واكتفينا في المركز الرابع. هنا نقول جيل واعد وقادم، بصمة سيتذكرها الأجيال مع الأجيال السابقة. إن شاء الله تكون هذه القصة وصلت إلى الجميع، ونفرح في شهر واحد ونكمل المشوار مثل اللي سبقونا. أبدو ياكم كباتن، وسمحوا لي على هذه القصة القصيرة، ولكن هي فعلا كانت قصة جميلة ومفرحة للجميع. كابتن خالد طالب، هذه الرحلة الجميلة، هذا المشوار اللي قضيتوه خلال هذه الفترة السابقة، ودي تسولف لي عن أبرز الاستعدادات اللي قمتوا فيها في الاتحاد الكويتي، وشلون هيئتوا هذه الاستعدادات لتصلون إلى هذه المرحلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد.
احنا بالبداية كان القرار الأكثر حزم واللي كان من خلال رئيس الاتحاد السابق الأخ أحمد شحومي، هو كان القرار الحازم ان اتخذ الأخ أحمد عرض علينا فكرة في هيئة التدريب ان نغير المدرب. جميل. المدرب السابق كابتن المجدي ابو المجد، وهو من المدربين البارزين والمميزين في ساحه كره اليد العربيه والدوليه. فكان القرار استعانه بكابتن سعيد. احنا شفنا يعني من خلال بطوله كاس العالم للشباب كان كابتن مجدي معاهم، فما ظهرنا بشكل اللي يرضي طموح الشارع الرياضي وكذلك طموح الاتحاد. صحيح. فكان القرار بتبديل المدرب، وبعد ما بحثنا الأسماء المعروضة كان كابتن سعيد هو الأبرز والأفضل بالفترة الحالية وإن شاء الله للمستقبل، كون كابتن سعيد يعرف أغلب لاعبين الكويت، يعرف الفرق المنطقة، شارك بالعديد من المسابقات الخليجية والعربية مع الأندية اللي شارك فيها والآسيوية، فبالتالي الأنسب لنا والأفضل بالفترة هذه كان اختيار كابتن سعيد، والحمد لله توفقنا. فهذه أعتقد هي النقطة الأبرز في القصة مالتك. جميل. تبديل المدرب. حلو. ومشكلتنا كانت أن الفترة قصيرة للمشاركة في صح. بطولة الآسياد، بس الحمد لله توفقنا بقدرات الفنية اللي موجودة عند المدرب مع الروح الموجودة عند اللاعبين، وحققنا الميدالية اللي كنا نطمح فيها. يعني في احنا ما كانت كان البرنامج مالنا واللي وضعناه مع كابتن سعيد ان احنا نظهر بصوره زينه بالاسياد. حلو. ونكمل المستوى هذا وان شاء الله نقدر نوصل كاس العالم بالبحرين شهر واحد. الحمد لله. بس رب كرمنا بالاسياد وصارت المهمه اكبر علينا، لان صح. حصولنا على ميداليه معناته لازم نوصل من الفرق الاربعه، والحمد لله الله كرمنا وحصلنا على الوصول لكاس العالم. مدير الفريق عبد العزيز الزعابي. عبد العزيز انتبه لك عزيز، انت من امس كنا من امس انا بشوفها اليوم في على الهواء، هذه الابتسامه اللي ما تكون اكيد مختلفه، لكن ادري تعبت وايد وقضيت وايد. الجهاز الاداري عليه دور كبير، هذا ما يخفى على الجميع، يسهر اكثر من اللاعبين، يتابع اللاعبين عن قرب، يتابع مع الجهاز الفني، يعني على قولتهم هو كل شيء، هو كل شيء بالفريق، هو الجدي المجهول. عساك على القوه يا عزيز. الله يقويك. اروح عزيز الى المعسكر، واكيد كونك انت كنت لاعب سابق فاحتكيت في فرق كثيره، في لاعبين كثر، في انديه كبيره بالاضافه الى المنتخبات. اختياركم الى المعسكر هذا شلون انبنى عليه، وكيف حددتوا المده المطلوبه، ولا براي المدرب؟ هو بالبدايه يمكن المعسكرات احنا من زمان حتى نشتكي من هالموضوع. حلو. من ايام كنا احنا لاعبين من السابق، يعني كانت المعسكرات دائما تكون طويله او تكون فتره طويله، هذا بحكم يمكن الميزانيه عفوا من يمكن من الهيئه العامه للشباب الرياضه اللي تقدمها حق المنتخبات اللي تشارك في 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 معسكرات خارجيه للبطولات. هذه أسبابها كثيرة، يعني ترتب على أن اللاعب نفسه يكون عنده دوام. أيوة. اللاعب نفسه يكون عنده دراسة مثلاً. أيوة. فهي ترتب على هالأمور. فأنتم ما تحبون المدة الطويلة تقصد؟ هو يعني أكيد أنا قاعد أتكلم وياك، كنت لاعب سابق صح؟ فكنت أتضايق من هذا. فأحس إذا كان اللاعب متضايق بعيد عن أهله يمكن صح. شوي يمكن ظروفه في الدوام أو ظروفه في عادل. الدراسة، فأكيد هالأمور هذه تخلي اللاعب ما يكون باله صافي للمعسكر. فهالمرة ايش كثر المدة اللي اقتصر عليها المعسكر؟ يمكن احنا بلشنا من بداية يعني من الصيف، انا اقول لك في لاعبين من الصيف مع منتخب الشباب في مع الاسياد وهذا كلها كم مع الاسياد الحين صار لنا تقريبا فوق الخمسة اشهر. خمسة اشهر. اي يعني لا انت وراكم بعدها اشهر لكاس العالم. هو في اكيد يعني في حتى في لاعبين كانت مع انديتهم مشاركين في بطولات خارجيه. حلو. فشوي كان هالسنه كانت مضغوطه علينا، لكن على قولتهم احنا رايحين عندنا هدف. شكرا. صار لنا يمكن فوق سنتين احنا نخطط لبطوله اسيويه 2024 ان نتاهل
إلى كأس العالم. فكانت المدة ممكن طويلة، ممكن المدة كانت متعبة، لكن الإصرار اللي شفناه من الإخوان الأعضاء في الاتحاد الكويتي، اللي شفناه من الجهاز الفني والإداري حتى للاعبين، يعني في لاعبين يمكن تنازلت عن أمور كثيرة على أساس أن نمثل بلدنا ونطلع بصورة زينة. جميل. فممكن المعسكر صار علينا خفيف، لأن ما حسينا في شكوى وحسينا في مشكلة صارت لنا. جميل. بخصوص المعسكر، اختيار المدرب لنوعية المباريات اللي كان يحتاجها، جميل، لعدد التمارين اللي كان يحتاجها، طريقة التمرين أو طريقة التحضير للاعبين في هذا المعسكر. دائما المعسكرات يمكن مفيدة حق اللاعب الكويتي بخصوص أنه يكون تحت عينك، جميل، سواء في النوم، سواء في الأكل، سواء فتكون حياته في اليومية مرتبة، عكس لما يكون بالكويت. أيه. يمكن قاعد ببيته وما تدري هو ينام صح. عدل يأكل عدل. فالمعسكرات الطويله ممكن تفيدك من هالجانب. يعني حلو، انت والله قاعد تردونا حق ترى الماضي الجميل، ترى معسكراتنا قبل انتقال كابتن خالد، انت لاحق على هذا الجيل اكيد، يعني كلها شهرين واكثر اكثر اللي يرجون حتى وجوههم تتغير تغير. كابتن سعيد الجميل، كابتن سعيد اللي اسعد الكويت، كابتن سعيد اللي دائما احنا ما ننادي باسمه، و مثل ما تفضل كابتن خالد فعلا هو المطلوب كان في هذه الفترة. سعيد هو الخبير المحلي في الأندية من خلال تنقلك، ولكن اليوم أنت مدرب على سدة هرم منتخبنا الوطني بوصولك إلى بطولة كأس العالم. اختيارك إلى المعسكر والدولة اللي هي سلوفينيا، وسلوفينيا صحيحة، سلوفينيا وكرواتيا، سلوفينيا وكرواتيا، وتحديدك إلى المباراة، شلون تقيم كانت هذه الرحلة، هذا المعسكر، هل فعلا كان ناجح لمثل هذه البطولات اللي انت رايح لها؟ شوف، هنا هو المعسكر 17 يوم بين كرواتيا، سلوفينيا وكرواتيا. حلو. المشكل الكبير في المباريات الودية، صعب باش تلقى مباراة ودية مع فرق قوية. حلو. ولا تروح باش تلعب مع فرق ضعيفة، ما راح تستفاد ولا شيء. نعم صحيح. 17 يوم اللي سويناهم في سلوفينيا في المرحلة الأولى، نعم، نظن تقريبا في حياتي ما طورتش فريق في 17 يوم كما طورنا في هذه المرة. بس نظن نروح المجموعة، ومجموعة كان عندها فيها روح كبيرة واللاعبين كانوا يبون، كما قال لك خالد في الأسياد ما كناش نتصوروا احنا رحنا الأسياد نحضروا بطولة الأسيا تاع شهر واحد اللي تأهلنا لكأس العالم. صحيح. بس الحمد لله أنا كمدرب استغربت يعني مستوى الفريق ما شاء الله في 17 يوم، لأنه كنا بلشنا التدريب هنا بدون لاعبين العربي. ايه؟ والكويت. حلو. يعني تقريبا كانوا ناقصين 8 لاعبين تقريبا 50% من أكيد. لأنه حتى بعدين حتى كملنا حضرنا كان عندنا مشكل كبير، كانوا الأندية يلعبوا السوبر جلوب الكويت. صح. كأس آسيا قادسية. نعم. والكويت. صح. يعني احنا الفريق كان كامل معنا شهرين ونص بس. كافي ولا مو كافي يعني ترى؟ مو كافي. مو كافي. يعني مو مستمرين شهرين ونص. اي شهرين متقطع. على هذه نقولوا احنا حتى كي نقارنوا الانهزام مع قطر ولا مع البحرين ولا مع هذو فرق عندهم 15 سنة 10 سنوات وما يتكونوا. احنا هذه المجموعة عندنا شهرين ونص شغل مع بعض، زيد البطولات اللي لعبناهم، زيد 15 يوم في الصين يعني تصير 3 شهور. حلو. 15 يوم في القطر تصفيات، يعني بالكامل تقريبا ممكن عندنا 4 شهور مع بعض بس فقط. في 4 شهور بهذا المستوى اللي. نعم. طلعنا به الواحد يقدر يطمع اكثر. بس تقييمك حق خلينا نقول هذا الاستعدادات وصولا الى هذه النتيجه نسبه عاليه؟ تحت العالي شوي. تحت العالي. عالي نبو أحسن. نبو أحسن. أي بالنسبة لنا إحنا ممتاز. نفس الدرجات عندنا. فوق 90 إحنا امتياز. كابتن خالد أروح إلى نقطة وايد مهمة تفضل فيها كابتن سعيد. قال هذه الرحلة الطويلة ما تجمعنا بفترة كبيرة مع اللاعبين، هناك بطولات كثيرة أصبحت بين الفرق وكثير من اللاعبين ما جينا. الإرهاق وتأثير هذه البطولات على الرغم خلينا نقولها من يعني. لعبوا مع فرق وهذا الاحتكاك اكيد يفيد اللاعب وكسبهم خبره حق المنتخب، لكن تاثيره من ناحيه الارهاق وعدم تجانسهم او خلينا نقول ارتباطهم مع بقيه اللاعبين في الفريق شلون تشوفه؟ احنا انت كارهاق عندنا احنا لاعبين نادي الكويت عندهم استمراريه في البطولات، يعني
مشاركتهم بعض لاعبين كانوا مع بطولة العالم ردوا واستمروا مع نادي الكويت، بعدين يو المنتخب وردوا مع نادي الكويت حق بطولة آسيا، وبعدين صح. ردوا المنتخب. اللاعبين ذولي عندهم أسر، اللاعبين عندهم عمل، اللاعبين عندهم حتى ذهنيا اللاعب قاعد يستهلك، فهذه الفترة الطويلة قاعد تأثر. فإحنا إحنا نتمنى من الاتحاد الآسيوي والعربي أن ينسقون بالمستقبل، أن ينسقون المسابقات مالتهم، على أساس ما يصير أن خلال فترة 4 أشهر اللاعب يلعب 5 بطولات وهي نسبة عالية جدا على اللاعب، يستهلك ذهنيا وبدنيا. عشان كذي المتابع لنا المباريات اللي أديناها بالبداية عكس المباريات اللي لعبوها بالتحديد قبل النهائي والنهائي، وهذا شيء طبيعي، خاصة أن اللاعبين كانوا ذهنيا مهيئين نفسهم أننا بنوصل كأس العالم. بعد ما وصلنا كأس العالم تقريبا بدأ الكيرف ينزل. احنا كيفنا ترى كان تصاعدي، اللعبة الأولى تعادل اللي لعبناها قدام فريق العماني، فزنا فرق هدف نهاية المباراة. اللعبة الثانية أفضل شوية مع فريق التايواني. اللعبة الثالثة بدأنا نظهر بصورة أفضل. بعدها مع الفريق البحريني بدأ المستوى تصاعدي. بعد ضغط المباراة بين المباراة البحرين ومباراة كوريا هي اللي أثرت، يعني كانت الراحة مالتنا احنا كفريق الكويتي تقريبا في فرق 6 ساعات الراحة بين الفريق الكوري وفريقنا احنا، هم لعبوا الساعة 3 واحنا لعبنا الساعة 5 ساعات تقريبا، فهذه أثرت على أدائنا. اللعبة الأخيرة الثالثة اللي صارت مع العراق هي تحديد يا أن نصعد أو أن نطلع برا البطولة، اللاعبين ارتحنا يوم، هذه وايد اثرت على اللاعبين، راحت يوم مع الاستشفاء مع الشغل. في نقطه مهمه في اشياء يمكن اللاعبين ما ينتبهوا لها او الجمهور ما ينتبه لها، الشغل اللي يسوونه الجهاز الاداري والفني احنا نتابعه بالمعسكرات وبالبطوله. يعني المجهود الكبير اللي قاعد يبذلونه الجهاز الفني، التحضير للتمارين، السهر على تجهيز الفيديو حق اللاعبين، صح. تحليل مبارياتنا احنا والمباريات الخصم اللي بنلعب معاه، صحيح. طبعا تعديل الاخطاء مع متابعه، اكيد. يعني جهد جدا كبير، يعني جهد ذهني، يعني لما يشوفون كابتن سعيد داخل الملعب من فعل طول المباراة معذور 100%، لأن الشغل اللي قاعد يسويه هو والجهاز، يعني مو بس كابتن سعيد، كابتن مسعودان، كابتن أيمن، المحلل الفني، هذا الجزء الفني غير الجزء الإداري، والطاقم الطبي اللي تروح غرفته بالمعسكر، يعني هو الفترة اللي يرتاح فيها يمكن وقت الوجبات، لأن طول اليوم يا بالملعب يشتغل مع اللاعبين المصابين والتهيئة أو بالفندق غرفته الدشها يحطون برنامج، يمكن أتوقع كلها ريحة فكس، ها الغرفة كلها ريحة فكس، يحط برنامج إن من الفترة هذه اللاعبين هذولي فما يطلع، ما يمكن آخر لاعب عزيز الساعة 12 يطلع من هذا دور الجهاز الفني، وهذا اللي ما يشوفونه الجمهور، الجهد الإداري. أنت قلت حق عزيز، صحيح. عزيز وفيصل صيوان، نعم. مدير المنتخبات يسهرون مع اللاعبين ومع يعني شغلهم مع اللاعبين، ما طبعا تحضير قبل هذا، التواصل معنا كمجلس إدارة، شنو الأشياء اللي يطلبونها، توفير الحمد لله هذه النتيجة الجميلة، الحمد لله. وما ننسى كذلك، ما نبي نذكر الكل وننسى مسعود المرافق مال الإداري مال الفريق، اللي هو يتابع اللاعبين وملابسهم، يعني هو جهد كبير. الناس تشوف الفريق يلعب جميل، بس ما تشوف كل التعب اللي يصير خلف الكواليس. عندي طلب، يقول عندي طلب، تأمين صندوق الاتحاد، ايه، فيصل صيوان وعزيز زعب، ايه؟ الوحيدين بروحهم ايه؟ ايه؟ اختاروا رحله خلي يوديكم اياها، شكلهم يلوج على المالديف، الحين نحتاج يروحون المالديف يريحون الحين نحتاج ايه؟ اي شيء نقدر نسوي احنا كاتحاد، طبعا ما في مخالفه من قبل الهيئه حق الفريق. انا دائما اقول لهم اي شيء حق اللاعبين وحق المنتخبات، الميزانيه كلها مفتوحه، اي شيء باسم الكويت ان شاء الله حلو ان شاء الله. كابتن سعيد، تذكر آخر مرة حصلت على هدية مادية مثلاً، يعني كذي مو مادية، هدية، اسم هدية، كلمة حلوة حتى تصير هي هدية؟
غير ألف مبروك اللي قاعد نقولها لك اليوم، متى آخر مرة؟ مكافأة الاتحاد بفلوس مكافأة الاتحاد بس المبروك وايد مبروك بعد اللهم لك الحمد. أنا وفريق العمل وأسرة العمل مجهزين لك هدية حلوة، مفاجأة حلوة، وكلنا إن شاء الله راح نشوفها مع بعض من خلال هذا الفيديو. نشوف الفيديو والهدية للكابتن سعيد حجازي. يعطيكم العافية، مبروكين تأهل كأس العالم حق المنتخب الكويتي لكرة اليد. الفضل يرد بعد توفيق من الله، يرد حق اللاعبين والطاقم الفني على رأسهم كابتن سعيد حجازي الوالد، إن شاء الله من الأعلى يا رب. طبعا فخور جدا بالوالد، الحمد لله رب العالمين، لأن من وأنا صغير يعني أشوفه قاعد يشتغل وقاعد يتعب، الحمد لله يعني أشوف إنه يستاهل هذا الشيء، وإن شاء الله من الأعلى يا رب، وجدا فخور فيه. وحتى قلت له هذا الكلام بعد المباراة، قلت له إنه وايد فخور فيك ويعني تستاهل هذا الشيء اللي صار، وإن شاء الله من الأعلى يا رب، وبالتوفيق حق الجميع. مبروك للكويت حكومة وشعبا التأهل لكأس العالم، الكويت تستاهل، ومبروك لأبوي باسمي واسم عائلة حجازي، احنا فخورين فيك وإلى مزيد من النجاحات. السلام عليكم، عائلة المدرب سعيد حجازي تهنئكم على التأهل لبطولة العالم للفريق الكويتي الملقب بالأزرق مع تلاميذ كرة اليد لبلدية عين طايا، أولادنا إن شاء الله، ونقول لكم إن شاء الله نتائج أخرى في دورات أخرى إن شاء الله، والفخر يرجع لنا كعائلة من المدرب تاعكم إن شاء الله، مدرب سعيد حجازي. دائما الكلمات اللي تخرج من القلب تصل الى القلب، ولكن الى سعيد حجازي وصلت الى العيون والدموع ذرفت من عيونه. هذه كلمات اكيد طبيعيه جميله تلامس المشاعر، وكابتن سعيد حجازي بعد هذه السنوات نقول من العطاء والتعب اللي تفضل فيه الكباتن عن الكابتن سعيد حجازي لقى نتيجته، والنتيجه بهذه الكلمات من اسرته الكريمه الداعمه بشكل رئيسي للكابتن سعيد حجازي. كلمات حلوه، لا ابي اسمع الرد منك ايضا. الاجمل الصغير كان معايا في البيت يعني مو عارف، بس الكبير عندي سنتين ما شفتوش. باذن الواحد الاحد ان شاء الله الوعد عيل في بطوله ان شاء الله العالم تشوف هناك ان شاء الله يشجع باذن الواحد. اخوي الصغير هذا وولد اخ وليد اخوي وليد نعم. اختي انا يلعبوا اليد هما نفس الشيء، متابعين وكل يوم يدزوا المبروك. هذا والله سؤالي حق عيالك، هل هما لاعبين يد ولا بس متابعين حق ابوهم؟ لا احنا الكبير كان يلعب اليد كي كنت في الجزائر، بس كي جينا لهنا يلعبوا بس مواليد الكويت. ايه ما, ما, ما كان عنده فرصه يلعب، ما لعبوش. تمام. كانوا يبون الكبير والصغير هذول اللي يتكلموا كانوا يبون يسووا يلعبوا يد ولا رياضه. بس ما كتبتش. ان شاء الله يعوضهم في خلينا نقول الرياضه افضل ان شاء الله يا رب، الله يوفقهم ان شاء الله. يا جميل يا عزيز يا الزعابي، انا لما اتكلم عن الجهاز الاداري اتكلم عن تاثير اللاعبين المصابين على بقيه زملائهم، تاثير اللاعبين المصابين على نفسهم وهم اللي ودهم يدخلون الملعب بس مو قادرين. انتم كجهاز اداري شلون هني قادرين يعني تهيئون اللاعبين اللي داخل الملعب على زملائهم وزملائهم اللي خارج الملعب ايضا اللي يشجعونهم ويحفزونهم داخل الملعب؟ يمكن الاصابات اللي حاشتنا في البطوله يعني عموما، في يمكن اول اصابه كانت لسيف العدواني. حلو. تمزق في خلفيه الريل. نعم. كان ممكن ياثر على الفريق اكيد. احنا طبعا خاصه الحين البطولات او كره اليد الحديثه تحتاج اللاعبين كلهم. حلو. ما تحتاج مثلا 6 لاعبين او 7 لاعبين، الكره صارت سريعه، اللعب صار تغير، فانت دائما تحتاج، وحتى طريقه
كابتن سعيد ابو كمال انه في تدوير بين اللاعبين. صحيح. اي لاعب سواء كان في اصابه او في مرض راح ياثر اكيد على الفريق. يمكن سيف من اللاعبين اللي كانوا مؤثرين للفريق خسرنا في البدايه. سيف يمكن تضايق لانه بالاساس كان مصاب قبل المباراه قبل الصين. اي فما قدر يلتحق مع الفريق وحاول انه يرجع اساس يلعب هذه البطوله. صحيح. لكن ما الله كتب. فكان متضايق في البدايه وقال لي اياها امس. اي قال بالبدايه كنت متضايق اني ما لعبت بس لما شفت الفريق قاعد يلعب واستانست انه احنا كمجموعه واحده. فهذا هذا هذه هذه نقطه وايد مهمه. نعم. ان الفريق كله دائما على قلب واحد لانه راح يفرق يعني بامور كثيره. بعدها خسرنا حسن صفر طبعا من العناصر المؤثره جدا في الفريق يمكن مع اخوانه عزيز الظفيري ومهدي خان. حسن يمكن تغبلها بصدر رحب على طول كان حتى ثاني يوم كان مبتسم قال هذه خيره الحمد لله ان شاء الله ارجع اقوى وانا داعم للفريق في جميع الاوقات ان شاء الله. والهندال الهندال للامانه الهندال كان متضايق وايد وكان زعلان وايد يعني لكن تكلمنا وياه وقلنا له هذه خيره لك. أي. الحمد لله على كل حال اللي كاتبه الله بيصير لك يعني لكن ان شاء الله انت في ما بعد العمليه لازم ترجع اقوى لان انت عنصر مهم في المنتخب قدم بطوله كبيره. نعم. لاعب مؤثر وتغير ما شاء الله عليه خلال الثلاث اشهر تغير التغيير تام. حلو. اللاعبين هذه غيره سبحان الله ترى هذه غيره على الفنيله مو غيره عشان نفسه هو للامانه عشان يؤدي يعطي حق الفنيله وثقه المدربين ثقه للامانه يعني انا ما شفت المجموعة كلها كعشرين لاعب ما شفت كان مثلاً واحد زعلان إنه ما لعب عشان نفسه. نعم. حتى كانوا حتى مبارياتنا اللي خسرنا فيها اللي قبل النهائي بعد المباراة كنت أسلم على اللاعبين كان يقولوا لي آسف إن خسرنا. حلو. فهذا الشعور ولا هذا الغيرة اللي موجودة هذه دائماً تكون غيرة على بلدهم الكويت. اللاعبين المصابين اللي لمهم اللاعبين الباجي فقالوا لهم إحنا دائماً وياك حتى في مباراة العراق. اللاعبين كل لاعب كان يقول كان يأشر على اللاعبين المصابين فهذه الولفة اللي كانت بين اللاعبين كانت وايد قوية. جميل. أنا يمكن كباتن بنتقل إلى الفريق الثاني أكيد في الجزء الثاني من الحلقة لكن سؤال سريع كابتن خالد أصعب مباراة شفتها للمنتخب في البطولة هذه في هذه البطولة لعبة كوريا لأن لعبة كوريا كنا خسرانين طالعين برا البطولة ثم. بنص دقيقة ايه؟ كابتن سعيد غير الخطة لعبنا 3-3 خطفنا كورتين سجلنا التعادل تأهلنا للدور الثاني. جميل عزيز كوريا عندك الحكي كوريا طبعا كوريا صعب هذه ممكن في هل من الممكن فعلا أو من مستحيل انك تعود في المباراة؟ لا شوف دقيقتين فرق ثلاث يعني تقريبا 99% ما ترجع. جولين 45 ثانية 99% ما ترجع. بس بعدين كل يوم في حلول بس توفيق من الله. لعبنا دفاع متقدم كان عندنا فاول وطاي مواقف لعبنا خطة على طول على الفاول يعني ما لازمش تحضر هجوم لازم تبلش هجوم على طول. صحيح. بعدين توفيق من الله تسترجع كرة تلعب فاست بريك الحمد لله يعني أصعب مباراة لأنه كنا طالعين برا احنا لو خسرنا هذيك المباراة طالعين برا اللهم لك الحمد لله أصعب مباراة وتأهلنا وكنا قريبين جدا من بعد خلينا نقول المباراتين الأولى والثانية وصلنا لمباراة العراق فأنا مو غلطان لما أقول خبير حتى في قلب النتيجة تبارك الله. كل الشكر لك كابتن خالد طالب على وجودك اليوم ويانا أمين صندوق في الاتحاد الكويتي لكرة اليد وإن شاء الله دائما نلتقي وياكم والابتسامة تكون مرسومة أنا تعودت عليك ما شاء الله كلامك إن شاء الله غير يوم كنت مدرب بس في كلمة أخيرة يعني إحنا الحمد لله قدرنا نسعد الشعب الكويتي بس عندنا استحقاقات قادمة. نعم. أنا متأكد أن الهيئة العامة للرياضة ما راح تقصر على الفريق هذا بعد ما شافوا النتائج اللي حققتها عندنا استعداد حق كأس العالم عندنا فريقين منتخب الشباب والناشئين عندهم تصفيات كأس العالم بالصيف والبطولة آسيا نفس البطولة هذه
فأتمنى أن إعدادهم يكون على مستوى عالي حتى نسعد الشعب الكويتي إن شاء الله. عندنا فريقين قاعد نشتغل عليهم، اشتغلنا معاهم الصيف كله وإن شاء الله راح نشتغل للصيف القادم. أتمنى أن البرامج اللي نقدمه إن شاء الله توافق عليها الهيئة، وأنا متأكد بعد الإنجاز الهيئة راح تفتح إيدينها وراح تقدم كل الخدمات للمنتخب له. بلا شك هذا أمر على قولتهم ما في واحد يشك فيه من قبل الهيئة العامة شباب الرياضة برئاسة المدير العام السيد يوسف البيدان أبو عبد الله، يعني من هالإيد لإيد دائما هو بابه مفتوح إلى الكثير، خاصة باسم يعني الكويت. ما شاء الله أنتم عندكم كذا بذرة، ها بذرة واحدة انت استمراريه النتائج تحتاج شغل على المراحل كلها. برافو، كل الشكر لك كابتن سيد حجازي مدير ومدرب الفريق، اسعدت الجميع واسعدت اهلك واسعدت نفسك، وباذن الله السعاده تكون مستمره وصولا الى افضل انجاز على المستوى العالمي. اتوقع افضل انجاز حققنا مركز 15 في كاس العالم 18 طماعين احنا على نبي اكثر الحين ان شاء الله. كل شكر لك. الله ينورك، مشكورين على الاستضافه. بس انا السؤال هذا تكلم على الاتحاد، انا حاليا مدرب مدرب برقان حاليا. ها للحين انا جاي اعاره. للحين اعاره ما صار رسمي. كان لا لا احنا نبي رسمي من بعد الحلقه رسمي ان شاء الله. مش مشكله عادي. والله بالنسبه لنا احنا كاتحاد كابتن سعيد مكسب انه يكون معنا ان شاء الله بالفتره القادمه. أنا بعد والله عبال ترى رسمي. لا هو ماخذينه إعارة. إيه وبهالنقطة هم لازم ما ننسى نشكر نادي برقان اللي نعم. اللي ضحى بالفريق عشان المنتخب في هذه الفترة هذه اللي الفرق كلها قاعد تستعد حق الدوري اللي راح يبدي بعد أسبوع. فريق برقان لمصلحة المنتخب حلو. استغنى عن الكابتن سعيد مشكورا، فلازم نشكرهم بهالمناسبه يعني لان هم جزء من النجاح اللي حققه المنتخب الكويتي. يعني بكون واسطه شويه حق فريق برقان في الدوري، اعطوهم 6 نقاط يستاهلون. يستاهل الكل يستاهل اكيد. الكابتن عبد العزيز الزعابي راح يكون وياي في الجزء الاخر من الحلقه بعد ما نودع الكباتن خالد طالب والكابتن سيد حجازي، ونستضيف بقيه اللاعبين اللي كانوا متواجدين في البحرين وصولا الى الكويت في هذا المكان. نطلع بهذا الفاصل وراتي. من هو بعد الله تعالى غير جنت يا كويت اللي لولا Yeah.
الصبغة دائما ما تحلى بألوان، لكن عندنا لون واحد صراحة إذا تغير تحس فيه شيء، هو اللون الأزرق. يعني مرات فعلا نشوف مباريات يلعبون باللبس الثاني واللون الأبيض مثلا، أو مرات باللون الأحمر، لكن يا أخي الأزرق له هيبته، وهيبته حاضر عندنا من داخل الاستوديو مع الكباتن اللاعبين اللي يسعدوننا مثل ما قلت لكم في الثمرة الأولى في آسياد الصين، والثمرة الأجمل والأكبر وصولهم إلى بطولة كأس العالم التي ستقام إن شاء الله في شهر واحد من 2025. والله يبين لنا من الحين نجهز نفسنا وتذاكرنا ونحجز هم الطيارة، ثلاث دول عاد خلينا نشوف أي دولة راح يكونون فيها. خلونا نرحب في الكباتن اللاعبين بداية من اليمين مثل ما بدينا قبل شوي، الكابتن ولاعبنا عبد العزيز الشمري، حياك الله عبد العزيز. الله يحييك أخوي محمد، ألف مبروك. الله يبارك بعمرك، شاكرين لكم الدعوة واللقاء هذا، وهذا شيء ما هو غريب على قناة الكويت الرياضية الثالثة، والله يعطيك العافية. الله يعافيك إن شاء الله. لا ما خلصنا اللقاء، لا عادي. أرحب أيضا بالنجم الآخر والأسمران الجميل، دائما يقول لك الأسمر داخل كرة اليد الكويتية لا بصمة، عاد أسمرنا اليوم عزيزنا وجميلنا يوسف ضايف، حياك الله كابتن. الله يحييك يعطيكم العافية، ألف مبروك استقبال، الله يبارك فيك، ومشكورين، وإن شاء الله إحنا دائما نرفع اسم الكويت وعلم الكويت المحافل الدولية بإذن الله. إن شاء الله بإذن الواحد الأحد إن شاء بإذن الله. النجم الآخر وعلى اليسار، أوه كذي شو مع التعليق، اللاعب حيدر دشتي، ألف مبروك، حياك الله. مساكم الله بالخير. طبعا بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أشكركم على الاستضافة هذه الجميلة، وإن شاء الله على قولتهم نكون ضيوف خفيفة عليكم إن شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله، وأنتوا كنتوا خفاف بالملعب وأديتوا الكثير والكثير. أنا ما أبي أسولف الحين، أنا مساح سألت وعزيز سألت، لكن الأمر الحين بفتحه أكثر. دائما يقول لك الحكي العفوي والقصص اللي تنسمع ما بين اللاعبين، الناس تحب أنها تسمعها، شافوكم داخل الميدان، شافوا الفرحة، شافوا كل شيء. أنا أبي أسرار حلوين، اتفقنا؟ اتفقنا. إذا قبل ما نتفق، يعني قبل ما أسألكم أنتوا، وقت السنارة على عزيز شوي. بناصر أنا ودي يقولون يعني العصفورة مرات تتسولف فيها، تقول لنا من البحرين، يقول يجتمع وياكم كلاعبين من وراء الجهاز الفني، صحيح؟ من وراء الجهاز الفني والإداري ومن وراء لا كنا نعطيكم أكل. لا والله لا. أنا الأمانة بعزيز الزعابي أول شيء وناصر أخونا وغالي علينا. نعم. ممكن هو من الستاف الإداري والكسور بغيره الأقرب للاعبين، كونه توه بطل، وأنا دائما أقول له شد حيلك يلا نبيك ويانا بالملعب أصلا تقدر ترد، يعني نبيك حيل والله. وسعيد الأمانة شخصية جدا محبوبة بين اللاعبين، الحمد لله، وله كلمته وله لمسته الخاصة لما يجتمع معانا، يعني حتى يتكلم ويانا من غير أي قيود. شباب يعني بقول لكم يا من الآخر، احنا طالبينكم، راح تفرحون دولة الكويت، راح تردون الرياضة الكويتية، راح تردون منتخب الكويت، يعني الله يرضى عليكم، شدوا حيلكم لحد. فسبحان الله كلام منه خصوصا يكون من القلب للقلب، ولا قصور بغيره من ادارتنا. نعم. ادارتنا كلها يعني الله نفس يعلم الجيل تراهم كلهم، يعني ايه فيصل على الزعابي، ايه يعني عدل، نفس المجموعه، ايه الحلوه. لا اتوقع ابو ناصر اصغرهم، والحين يعني اشوفه لاعب، الحين اشوفه لاعب ترى، ما ادري ايش بطل. على العموم يوسف هم بعد هو قال كلام شويه انشائي اكثر، اي يعني لا ابي ليش يجتمع، يعني شنو السر في اجتماعه لكم؟ والله بناصر لا تمدحها بعد خلاص، لا تمدحها خلاص يا عزيز، لا هني لازم يمدحنا لان من الناشئين معاي. يعني شوي هذا يعني بناصر معاي من كنت صغير، يعني من الناشئين فعلا، من الناشئين. يعني السنه اللي طافت كنا شباب تاهلنا كاس العالم، وبناصر كان ويانا، يعني دوره وايد كبير بالفريق، وايد يعطينا كلام ايجابي، وايد يعطينا دافع، يخلينا نركز بالمباريات زيادة، يبعدنا عن ضغط الجماهيري وضغط الجميع كله. إيه؟ عزيز الحين أنا عدلي تعرفه من هو صغير صح؟ شنو الشيء اللي خلاص على قولة مود يوسف تغيره دخل أجواء المباراة؟ تعرف لا يوسف، يوسف ضايف من الناس المحبوبة
الأمانة اللاعبين. نعم. يعني هو يمكن أصغر لاعب في مغلطانة كل أزمر لا أكشن. لا لا أي تمام. يوسف أصغر لاعبين منتخب الوطني حاليا ولاعب مجتهد من كان منتخب الناشئين، تعب على نفسه، حاول يطور من نفسه، يسمع من اللاعب الكبير، يحاول ياخذ كل شيء إيجابي من سواء من الجهاز الإداري أو الجهاز الفني. يوسف دائما تشوفه مبتسم، حلو، عساها دوم ان شاء الله ابتسامه، دائما تشوفه حاضر في كل لغات، تحسه يعني ذاهب حق كل شيء سواء تمرين سواء حضور في لغات الانضباط. فيوسف من الشخصيات اللي دائما انا حتى لما اشوفه دائما ابتسم معه. اي والله اي والله يوسف حيدر خلص خلصت السؤال. ما ياك الدور انت فيه، ياك الدور على شيء اجمل، الأسياد وخلصتوها، وصولكم كأس العالم والاحتفالية اللي شفتوها من الجمهور هناك سواء الكويتي البحريني القطري كل كان عايش وياكم الحدث. لكن أنا بروح إلى الشعور وانت قريب إلى أرض الوطن، وانت توصل في الطيارة وتنزل المطار، وانت تستعد لاستقبال المهنئين اللي راح يباركوا سواء المسؤولين سواء خلينا نقول الأهل الربع، شنو حسيت؟ أمانة أخوي محمد يعني شعور يعني ما ينوصف، يعني لو مهما أتكلم أو أقول ما راح إن شاء الله ما يخلص. إن شاء الله والله أتمنى يعني الجمهور الكويتي أمانة وقفوا معانا وساندونا من البطولة نفسها صراحة، يعني ما كنا متوقعين أمانة أكون صريح، لكن وقفوا معانا وهم جزء كبير من نجاح الفريق. الشعور كان جميل جدا يعني، وانت راد الديره وتدري ان اهلك وربعك اكثر دفوانك. واحد ناطره بالمطار من مسافر حاليا؟ لا مسي عليه الوالد والله. يا الله يحفظه يا ربي. اي والله يعني الامانه بس محمد ابو محمد والد اخونا حيدر من الناس اللي داعمه دائما للفريق، ساندنا في جميع المباريات في البحرين حتى من الآسياد. نعم. بعد ما حصلنا على البرونزية سوالنا عزيمة جميلة في بيته، تغدينا عنده احنا كلاعبين وجهجة. فأبو محمد من الناس الداعمة حق هذا الفريق سواء حيدر أو غيره من حيدر، لأنه هو يعتبر الفريق كلهم عياله. فكلمة شكر لهذا الشخص غليلة في حق الأمانة، لا بد أن نقولها يعني. يستاهل يستاهل والله، يرد إن شاء الله بالسلامة وتفرح في هذه يمكن لقطات قاعد نشوفها من خلال عودتكم إلى أرض الوطن بعد التتويج أو خلينا نقول وصولكم إلى بطولة كأس العالم والمصابين الأعزاء الهندال وحسن صفر، والاستقبال الجميل خلينا نقول من وزير الدولة ووزير الشباب سيد داود معرفي، وكذلك خلينا نقول مدير الهيئة العامة سيد يوسف بيدان ورئيس اللجنة الكويتية الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح، وكذلك عدد كبير كانوا حاضرين. كلمات أكيد هذه تكون جميلة من المسؤولين، كلمونا بهذه اللقطات. وأنا شفت لكم حدث جميل مع معالي الوزير، لمتكم نص القاعة والتشجيع والحماس، هذا الشيء كنتوا تسوونه بالملعب صح؟ عادل. حلو. بعد كل مباراة بعد الفوز أكيد. بعد الفوز. إيه بعد الفوز. حلو. قبل الفوز أنت لو. فمعالي الوزير هني استانس إنه يحس هذا الإحساس. قال أبي الطاقة الإيجابية هذه اللي يتو فيها. نعم. حتى يعني المسي عليه معالي الوزير معرفي الصراحة ما قصر، وكان يقول أبي كل واحد بالحضن. يعني يلمنا بالحضن واحد. نعم. واحد. صحيح. وبعدين قال بعد الاجتماع وبعد ما سولفوا باركوا لنا وكذي. نعم. قال أبي اللاعبين فقط تعالوا بالنص. حلو. يلا أبي الفرح اللي بعد الجيم، أبي الطاقة هذه. نعم. فإحنا غنينا له نشودة حق أناشيد دولة الكويت اللي هي يعني حماسية. أي. وكان يبي يعيش هالشعور، والله عشنا هالشعور واستانسنا. أتوقع لدكم سل فيها عبد الله دياب. عبد الله. صح شغل عبد الله دياب. هذا شغل عبد الله دياب. نسويها الليلة. تحية حق عبد الله دياب. ووالده الكريم اكيد ابو عبد الله اللي دائما يعني هم شيء في كره اليد الكويتيه والداعمين دائما. اروح الى المباريات، داشان في اجواء المباريات الحين. يوسف اصعب مباراه؟ اي اصعب مباراه كوريا لاخر الثواني. انا ما يوسف شنو وضعك كامل؟ أنا وضعك عطني وضعك. أنا ما كنت يعني ألعب وياهم، كنت فوق بس يعني
قلبي وروحي وكل انه ودي اكون وياهم واشجعهم وكل شيء. بس كان في لقطه لاخر الثواني بين حيدر وعبد العزيز الشمري، كابتن سعيد ابو كمال طلع 3-3 على كوريا. نعم. حيدر قص الكره من لاعبهم وشاف عبد العزيز الشمري طالع قدام فاعطاه الكره وسجلها. انا هني خلاص يعني مخي ما ادري ايش قاعد يعطيني، ما ادري واللي ودي ادش الملعب ودي انزل يعني اسوي اي شيء اي شيء اني بس اني اكون انا موجود كنت بهاللحظه هذه. جميل. الحمد لله انا صرت استانس لما اشوف فريقي انه يفوز وقاعد نوصل فيني بلايا. اهم شيء ان فريقي يوصل، انا اهم شيء عندي الفريق انه يوصل. نعم. الحمد لله وصلنا كاس العالم. الحمد لله. تذكر اغلى هدف حق الكويت ضد الامارات من مسجله؟ ضد الامارات؟ ايه سنه 92. 92 بتغشش؟ ها بغشش. اي منو؟ غشش اسماعيل عبد القدوس. اسماعيل عبد القدوس نص ملعب فاول. صح. عفا عليك. انت الهدف هذا نفس الشعور، نفس الشعور ترى حاشنا، لكن انت داخل الملعب طبعا 100% عزيز لازم ما تنسى هذا الهدف، لازم ما تنساه كلش كلش. لا اقول لك نفس الكباتن اللي قالوه المدربين، قال هذا هدف اللي ودانا انعشنا ودانا لكاس العالم، هذا الهدف هذا لازم ما تنساه. لكن انت اثناء حيدر وروح يا عزيز وعاد عندكم مدرب الان ترى قوانينكم شويه، ها واحد اثنين هذا يتخوف ما ادري كم واحده، وبعدين عاد يصفر الحكم يقول لك لا. شنو ياك؟ شوف اخوي محمد، اللهم لك الحمد فوق حمد الحامدين ولك الشكر فوق شكر الشاكرين. لو حيدر مقاطع انا مو مقوم، ولو مدرب ما طلع 3-3 احنا ما قطعناها. فرحه يوسف فوق يمكن وتركيزه معانا وقلبه معانا، احنا نفس خليه النحل. ايه؟ انا الامانه يشهد الله علي ما قاعد اجاوب جواب دبلوماسي. الجول باسم دوله الكويت. نعم. منتخب الكويت، سواء انا اللي سجلته، حيدر اللي سجله، يوسف اللي سجله، لو ابو ناصر على قولتنا يرد يلعب ويقول بس هالجول هو باسم دوله الكويت. فاللهم لك الحمد، كنت انا السبب يعني الله سبحانه وتعالى خلانا سبب حيدر يقطع الكره ويعطيني اياها مقشره وانا رحت هناك وحطيتها. الحمد لله لان هذه كانت نقطه تحول. نعم. احنا لو خسرانين كنا اوت من البطوله بنسبه كبيره، الا شيء اعجازي ان كوريا تفوز على البحرين. نعم. وفي يعني حسبه شويه معقده وشويه صعبه ما راح تكون. فالحمد لله اللهم لك الحمد، اعيد اقول ان هذا الجول باسم دولتنا الغاليه ومنتخبنا الكويتي ورجعنا، وهذا سر يعني فوزنا فيه. اول شيء الجماهير المسانده، او ثاني شيء دعاء كل لاعب واهله واهل وشعبنا الغالي كله دوله الكويت كلهم دعوا لنا. نعم. فهذا توفيق من الله والحمد لله. اللهم لك الحمد. عبد العزيز، مباراتنا الأولى ضد البحرين والمعلق عيسى عبد القدوس، عيسى سمعت له كلمات أنا تضايقت لأنه هو متضايق وتضايقنا على الوضع يوم قال انظلمنا انظلمنا انظلمنا. أنتوا أتوقع سمعتوها وأنتوا هناك بالتالي سمعت. اللي ما يفهم في كرة اليد وقوانينها يقول شو السالفة؟ أنتوا داخل فاهمين قوانين كرة اليد، هل فعلا وقع ظلم عليكم؟ وأبي توضح نقطة ثانية إذا إجابتك طبعا نعم، شلون شفت تحكم أعصاب اللاعبين أثناء هذه اللحظة مباراة مهمة ضد البحرين وتعادل؟ يمكن مباراة البحرين كانت يعني يمكن أنا شفت اللاعبين من بداية خروجنا من الفندق، أنا دائما ترى ألاحظ هالأشياء. أيه. يعني أشوف اللاعب هل كان صاحي حق المباراة ولا غيره. أنا شفت يمكن من خروجهم من الفندق كان في إصرار في عيون اللاعبين انه ممكن نقدم مباراة كبيرة، ومنتخب بحريني خلال 10 سنوات طافت من افضل المنتخبات في اسيا، فكانت ممكن مباراة صعبة وعلى ارضه وجمهورهم يعني يمكن عرفوا يديرون المباراة اللاعبين. الخطأ هذا يمكن اقول لك نسبة 50-50. يعني تقديري. اي تقديري لانه كانت يعني تقريبا لو بتشوفها بالاعادة وبتركز فيها فيها ممكن 4 خطوات تحسبها فاول، لكن في لقطه ما حسبها الحكم اللي هي اللاعب اللي هي مسك الهندال. صح. فيها دقيقتين. اوكي. في هاللحظه لو معطيه دقيقتين السلبي اللي كان مرتفع يعني رافع الحكم علينا ممكن يرد ينزل السلبي فتلعب خطه من اول جديد. صحيح. فعشان كذا اقول لك هي 50-50 يعني.
لكن الحمد لله يعني يعني هي ما كانت كرة خسارة. حلو صحيح. يعني كنا متعادلين في هالمباراة واللاعبين عموما يعني يمكن الفترة اللي طافت كنا نتكلم على سالفة إذا كان في احتجاج من الحكم مو أنت كلاعب تحتاج. نعم. في جهاز فني في جهاز داري هو اللي ممكن يقدر هذه الأشياء. فاللاعبين هم كانوا يعني عارفين إن بعد عندنا مباراتين عشان لا نخسر لاعب واحد ما حد كان يشتكي من ما الموضوع. عندكم فار هذا الفار الحكم ما تقول له أنت روح شوف الفار. آه. اي مالك حق إنك تقول له وهو بنفسه يروح. اي أنا يمكن بطولة التصفيات الأولمبيات في قطر أنا توقفت عشان شيء أنا مو مع الفريق تحت. حلو. فأنا توقفت كان في كنت عن عفوا في احتجاج على الحكم في مباراة اليابان. حلو. وكنت أقول حق الحكم روح شوف الفار. حلو. بعدها عرفت إنه أنا ما لي حق. مو من صلاحياتك. هذا الحكم هو التغذير اللي يروح. التغذير. اي فما. حلو. ما عندنا صلاحية فيها. حيدر. خلصتوا البحرين. جيتوا على كوريا وتعادلتم خلاص العراق وهني احنا بالكويت انا نقول لكم شنو يصير بالكويت عاد انتم بعد لازم تنقل لي اللي يصير لكم هنا خلاص تفائلوا لا يا جماعه نطروا المباراه الاخيره ما يصير تتفائل قالوا لا عندنا فرصتين تعادل او فوز ونتاهل الى كاس العالم صحيح انتم اللاعبين لا ما قصرتوا الفارق 12 نقطه 32 بالضبط هل هذه النتيجة متوقعة منكم انكم تجيبونها ولا الفريق العراقي كان مستسلم ولا انتم ما شاء الله طاقة لا زايدة عندكم وتبون هذه المباراة امانة فريق العراق يعني فريق كبير ادى مستوى يعني اقولهم جدا عالي في هذه البطولة حلو في ثار بيننا وبين العراق يعني بالبطوله نفسها البطوله الاسيويه 2020 كنا فايزين عليهم الشوط الاول فارق 7 اهداف اعتقد وخلص التعادل وبسبتهم ما يعني ما صارت نتاهل الى كاس العالم حلو فعلى قولتهم كنا محضرين صح ما كنا ننطر ان نتعادل او وين كان واحتمال نصعد او لا يعني داشيننا بالمباراه نبي نفوز ونبي ناخذ ثارنا على قولتهم فالنوم صح كان من البدايه يعني قبلها بيوم نايمين صح ماكلين صح محضرين صح كابتن سعيد الجهاز الفني بكبره يعني محضرين على الفريق العراقي بشكل يعني دقيق لاعب دقيق اي صحيح لاعب لاعب الحمد لله دشينا بروح عاليه وتركيز عالي وخذينا المباراه باريحيه يعني اللهم لك الحمد لله يعني. عزيز شنو الشيء اللي أثر عليكم أنتم كلاعبين هناك؟ جمهور ولا السوشيال ميديا واللي تسمعونه أو تقرونه ولا يعني في أشياء قريبة عليكم من الأهل أشياء ظروف خاصة مثلاً بالدوام تأثر عليكم سلباً؟ سلباً الأشياء اللي تأثر علينا سلباً الأمانة يعني الحمد لله أن إحنا على قلب واحد ونشارك الحديث بينه. شلون؟ هاي سلبا؟ لا الاشياء انا جايك مثل رجعي بالاجابه احنا على قلب واحد نشارك يعني مثال قبل شوي انا قاعد ويا حيدر تحت قبل ما ادش اللقاء يعني قلت في ناس يعني ما فرحوا ليش كذي يعني هذا شيء يحز بالخاطر ما شفت الفرحه عليهم ما شفت يعني المفروض انت تستانس على مديرتك ارتفع بمحفل دولي بعد انقطاع 15 سنه فهذا البوينت ان احنا مو بس على قلب واحد بالملعب كرة يد احنا حتى برا الملعب صحيح. اللهم لك الحمد والله يديمها علينا من نعمه كفريق كلنا لاعب واحد كلنا نسولف شنو عندك هموم شنو عندك شيء ضايقك انا دوامي ممكن يخصم علي يا معود يهون ان شاء الله انت شد حيلك الحين خلينا نروح كاس العالم وبعدين ان شاء الله نرد وما يقصرون الاداره يقدرون يكلمون يكلم ابو ناصر يروح يشوف دوامك منو يكلم المسؤول يحاولون يطلعوا لك مثلا اذا قصوا عليك مبلغ مالي او شيء يعني عندكم كنا نتشارك والله الامانه فيه للامانه فيه في شويه مشاكل بس بالعكس هذه الرساله قد توصل حتى حق المسؤولين والله الوزير انا ما ابي ابالغ بس لا اساس توصل لا لا ما ابي ابالغ بالكلام بس بقول كلمه واحده كل شيء لجل عين واسم دوله الكويت هو انت يعني تخصم علي والله العظيم هذه كلمه من القلب يعني انت بتخصم علي شهر شهرين الفلوس تي وتروح نعم. هذا تاريخ تسجل صح. هذه لعبه
كرة اليد بالكويت معروفة من جيل عبد العزيز زعابي وناصر واخوانه فيصل العازمي وما شاء الله الأساطير علمونا على هالدرب. فأنت ما في إنجاز من غير تضحية. وللأمانة يعني مع الوزير الحالي وحتى الوزير السابق حكومتنا بشكل عام والله مو مقصرين، يعني احنا بس نوصل صوتنا وهم للأمانة ما يقصرون يعني. فأني هذه وجهة نظري أقول أنه يعني كل شيء لأجل الكويت يهون، والأشياء السلب ما كانت تأثر لأن احنا كنا على نرجع على السؤال لأنه شوي طلعت يمكن أن كنا نتحاور بيننا فلان كتب كذي قال مستوانا مو زين، يا ما وجه لك فيه انت ركز الحين هنروح كاس العالم وباكر هذا فلان راح يقول مبروك وكفر يا ريايل، فخلنا على نقطتنا. فكنا نتحاور بيننا ما خلينا شيء يدش بيننا. وللامانه ابو ناصر عبد الزعابي كان له دور كبير وايد، يعني بدايه البطوله كان فيه تخبط، يعني فريق العماني فريق الشقيق اكن له كل الاحترام ما كان، يعني هو من الفرق اللي تنافس واحنا جايين ثالث عندنا بالاسياد الثالث المركز الثالث، فالمفروض احنا نفوز وباريحيه. صحيح. فدشينا مثل ما انت عارف على اللاعب على ما يدش جو البطوله وارضيه الصاله المباراه الاولى دائما شويه عليك نور. فزنا بالثواني الاخيره محمد الهندال قول جول يعني دعاوي الاهل اي والله فقولنا والحمد لله طلعنا. فبعد المباراه يمكن صار في 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 انتقاد كان ابو ناصر يقول شباب اسمعون برا معكم شغل وركزوا على هدفنا، احنا تعبنا مده طويله. صح. والله ما راح يضيع التعب. صحيح. فهذه كانت اللحمه هي تشيل كل شيء سلبي. حلو. والحمد لله. يوسف من الحراس بالكويت قائمه طويله يعني ما ابي اذكر اسم عشان لا انسى اسم. عندنا الحين ثلاث حراس منتخب كل واحد يقول الزود عندي، لكن لما شفنا حسن صفر تعور حزننا وضاق خلقنا، لكن عاد ياكل بديل الزوز. لا انا بغيت اقول حق حسن سريع شويه خلاص كلهم تبارك الرحمن طبعا غير يعني اسامي جميله مميزه. انا ودي توصل رساله حق حسن صفر. حسن من الناس اللي دائما يبتسم بس ممكن من داخل هو متاثر. انا اتوقع اصابته طويله هو ابو محمد فما يمدي على حتى بطوله العالم. لا يمدي. لا ان شاء الله يمدي يا رب يمدي. فبالعكس دام يمدي فحتى خلينا نقول السرعه في العلاج الالتزام مو سرعه لا الالتزام في العلاج عشان يكون في سرعه في خلينا نقول العلاج يكون صحيح. رسالتك حق حسن صفر اثناء اصابته اللي شفتها واثناء خلينا نقول شعوره ورده فعله وصول الى هاللحظه بعد وصوله لكاس العالم. شوف هو اول شيء اول ما تعور يعني كانت وايد صدمه، يعني انا شفته على طول يعني انا لا اراديا حزنت يعني لما شفته طاح بالمباراه كوريا عدل مباراه كوريا. بس الحمد لله يعني فزنا. وقبل يعني لما طاح في ما اذكر كابتن سعيد خذ تايم اوت كان يقول حق اللاعبين كابتن عبد الله الخميس كان يقول حق اللاعبين انه يعني خلينا نفوز هالمباراه عشان حسن صفر. والحمد لله فزنا هالمباراه عشان حسن صفر وهم كانوا صافين على الخط. انا نزلت من المدرج سنت حسن علي ووقفت عند الخط عندهم وياهم ان حسن موجود وان شاء الله حسن يعني انا متفائل انه هو راح يرد اسرع ان شاء الله. وهو ان شاء الله الحمد لله الحمد لله انه هو حسن ان ايمانه بالله عالي الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله يرجع سريع بالعكس بتكون مميز مثل ما هو مميز. حيدر بروح الى الخميس كابتن الفريق الكلمات اللي داخل الملعب وناصر برا الملعب لكن عبد الله الخميس والقوه اللي تستمدون فيها منه. عبد الله الخميس وهو افضل صانع العاب في البطوله بالاضافه الى افضل جناح عندنا اللي هو صالح الموسوي. صحيح. وصل رساله لمثل هاللاعبين اللي حصلوا على افضل الجوائز في هذه البطوله معنا ما شاء الله لاعبين قطر لاعبين البحرين لاعبين اليابان ولكن جائزتين مع بقيه الجوائز فهي تعني الكثير. امانه ابو محمد وابو محمد نعم. عبد الله الخميس وصالح الموسوي مسي عليهم طبعا بالخير. نعم. يعني شيء جدا يعني يفرح القلب ولما تشوف اثنين من فريقك انه ياخذون
من افضل لاعبين بالبطوله امانه مو عشان انهم فريقي يستاهلون اكثر من كذي بعد. مجتهدين امانه يعني احنا كلاعبين مثلا صغار يعني نضرب فيهم المثل مثل لا يعني جميل. اخوي عبد الله الخميس كابتن فريق يعني شهادتي فيه مجروحه والله. هو بالملعب هو طبعا في مدرب برا الملعب حلو حلو. لكن بالملعب تحتاج مدرب ثاني اللي هو صحيح. كان عبد الله الخميس نعم. قائد بالملعب يعني كان شلون اقول لك اي ما تحمل الكلمه من معنى اي هم اي شيء بس انت شوفه بس شوفه على طول ترتاح يعني, يعني كان يشجع اللاعبين اشد الطرق يعني اللهم لك الحمد دائما وابدا. احنا نقول ان شاء الله تكونون على قد المسؤوليه وانتم اكيد قد هذه المسؤوليه. انا وصلت يمكن الى الختام. احب اشكر الكباتن اسم الكابتن عبد العزيز الزعابي كل الشكر لك تستحق هذا الثناء وحتى الجماهير الرياضيه تلتمس هذا يلتمسون هذا الامر فيك صراحه انت وبقيه اخوانك كيف نقول المسؤولين اللي دارين في الفريق. كل الشكر لك عزيزي الزعابي كل الشكر لك عزيزي حيدر دشتي وان شاء الله اكيد تكون موجود في بطوله كاس العالم وتفرح مع بقيه اسرتك الكريمه وترفع نقول اسم هذا الكويت دائما. شكرا لك حيدر عزيز الكوبرا حبيبي على الكوبرا راح تقول لي الحين يمدي سريع الكوبرا ولا خليه بعدين خليه بعدين شكرا لك عبد العزيز شكرا على وجودك ويانا في اللقاء والف مبروك اكيد الله يبارك فيك اللهم لك الوعد يوسف ضايف ان شاء الله من المدرج الى الميدان قريبا ان شاء الله نشوفك في بطوله العالم وكل الاستحقاقات الجايه. الله يوفقكم ودائما احنا نقولها الله يوفقكم ويوفق كل مسؤول يقوم بدوره الفعلي برسائل سواء كانت مباشره منه او غير مباشره من اي شخص يقومون بدورهم لصالح الابناء وصالح اللاعبين اللي ضحكونا وافرحونا وغنينا وياهم. وصلنا على العموم الى الختام نلقاكم ان شاء الله باستحقاقات مقبله وحلقات خاصه اكثر واكثر واكثر مع ابتسامات دائمه. مع السلامه. اللي نجمتهم يفرح وترفع لرايك علي اجرق اليد لا ما انا مثل علي.